بإشراف مباشر من قبل عميد معهد اللغات، أجرى معهد اللغات إحدى تشكيلات جامعة الدفاع للدراسات العسكرية الاختبار الثالث للغات الأساسية الأوروبية الروسية والإيطالية والفرنسية والإسبانية واللغات الشرقية التركية والفارسية والكردية والعبرية ودورات اللغة الإنجليزية والمفتوحة في المعهد. أجرت كلية الأركان إحدى تشكيلات جامعة الدفاع للدراسات العسكرية اختبار واجبات أركان فوري مشترك لضباط طلاب دورة الأركان المشتركة 83. أقامت كلية القيادة إحدى تشكيلات جامعة الدفاع للدراسات العسكرية بإشراف مباشر من قبل عميد الكلية بحضور الهيئة التدريسية ندوتها العلمية الموسومة الانهيار الاقتصادي وطرق معالجته لطلاب دورة القيادة للضباط الأحداث الرقم 70,000، وتأتي هذه الندوة ضمن المنهج الدراسي المقرر للدورة برعاية الفريق الطيار الركن الدكتور عقيل مصطفى مهدي رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية. وعلى ملعب الكلية العسكرية مصنع الأبطال في شهر رمضان الفضيل تم تنظيم بطولة كأس العميد لكرة الطائرة لطلابها، والتي جرت منافساتها بين أفواج الطلاب. نفذ طلاب الكلية العسكرية الدورة الأول 13 تدريب سلاح البندقية الآلية البي كي سي وفوائد الأقسام الرئيسية للبي كي سي، وبإشراف مباشر من قبل عميد الكلية اللواء ركن أحمد عدنان، وأبدى عددا من الملاحظات والتوجيهات إلى المؤمنين من ضباط وضباط الصف للارتقاء بمستوى التدريب وإيصال المعلومات بشكل مفصل إلى الطلاب. ضمن الجولات الرمضانية التي يقوم بها السيد رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية للتشكيلات مشاركة أبنائه المقاتلين في مآدب الإفطار، يرافقه عميد الكلية العسكرية وعدد من ضباط هيئة ركن وآمرو الأفواج مأدبة إفطار جماعي للطلاب دورتين 112 و113 بمناسبة شهر رمضان المبارك، حيث هنأ سيادته الحضور من الضباط والمراتب والطلاب ومن خلالهم إلى عوائلهم الكريمة، داعيا من الله جل جلاله بهذا الشهر الفضيل أن يحفظ الجميع وأن يحفظ العراق وشعبه الكريم بكافة أطيافه. وأكد بأن يكون فطور وسحور الصائم متكامل وجيد الطبخ مع إضافة مواد أخرى على المائدة تتلائم مع شهر رمضان الكريم. استقبل الفريق الطيار الركن الدكتور عقيل مصطفى مهدي رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية في مقر الجامعة الملحق العسكري الصيني العقيد الأقدم لينك أكين، وأجرى خلال اللقاء بحث آليات من العلاقات الثنائية للمؤسسات الأكاديمية العسكرية بين البلدين. وأثنى الملحق الصيني على الدور الذي تلعبه الجامعة من خلال رفض الجيش العراقي الباسل بكوادر كفوءة. استقبل عميد معهد اللغات اللواء ركن مؤيد نور الدين رئيس بعثة حلف الناتو في العراق الفريق خوسيه أنطونيو وأفضل مرافقة له، وبحث الجانبان حول موضوع دعم المعهد والكادر التدريسي والطلاب وتطوير مهاراتهم اللغوية وأوجه التعاون بين معهد اللغات وحلف الناتو.